اول حاجه في الورشه لو رحنا كده، تعالوا نكتب الاول ماي دريمز، هنروح للسينما ونروح لموجراف ونروح للموتكست، وهروح لأوبجكتس وأكتب اللي أنا عايزه. خلاص هكتب حرف الام. أنا هكتب الام بس، ومنساش إن أنا أخلي الألاينمنت ميدل عشان تبقى في النص، وأزود دي شوية أخليها بتاع 60. ممكن أروح للفونت وننقي بقى أي فونت يعجبك. مش حلو هو الفونت بقى، الواحد بيقعد فيه سنة بصراحة يشتغل، برضو مش حلو. يعني أنا مش عارف والله هو بالظبط الفونت معمول إيه، لكن مقبول. هو مش حلو أوي بس مقبول يعني. تمام، ده بالنسبة للفونت. أروح لكابس واقول له فليت كابس، وخلي دي مثلا ولتكن بتلاته اربعه، عشان بس تديني سموث. تمام بالمنظر ده كده. مش عارف الخط ليه مش عاجبني. لو انا رجعت لا ده وحش قوي. برضو مش حلو. هو كان الخط اللي انا كنت كاتب بيه اللي هو السنشري. يلا خلاص سنشري جوثيك. تمام. عندنا بعد كده ايه تاني؟ مفيش اي حاجة تاني هنا. كل بقى اللي فاضل ان انا اعمل الحبال اللي هتربط حرف الام. تعالوا بس قبل ما نعمل الحبال دي، تعالوا نرفع حرف الام ده حبتين كده. تمام. ليه؟ هقول لكم ليه كمان شويه. ارفعوا كمان حب. تعالوا بعد كده بقى نروح للفرونت، وتعالوا نرسم الروب او الحبل. تعالوا نروح للهيليكس. احسن حاجه تطلع منها خط مستقيم على فكره الهيليكس ده. لو انا خدت الستارت ريديوس والاند ريديوس، بس قبل ما اخدهم لازم اقلبه، هخلي ده اكس زد عشان يبقى طولي. ولو انت خليت دي بصفر وخليت الاند راديوس بصفر، يبقى انت كده خدت خط مستقيم. ما تقعدش توجع قلبك وتفضل ترسم باللينير او البيزير. وعلى فكره انت هنختصر خطوه كمان هقول لكم عليها لما نجي لها كمان شويه. بعد كده تعالوا نخلي الهايت ده وليكن 400، وتعالوا ناخد الباشا ده نحطه هنا كده، خليه جواها بشويه كده. تمام، يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ده بالنسبه لاول هيليكس او اول روب. طيب ما تيجوا نظبط مكانه الاول، بدل ما هو هنا اخده في النص، وبرده اشوفه في الرايت. مظبوط كده، كله مظبوط تمام، مفيش اي مشاكل. بعد كده زي ما انت كده، وقوم ضاغط على سي عشان تحول الهيليكس ده ل editable علشان الاقي البوينتس دي. على فكره بقى، لو انت ما كنتش اشتغلت مثلا بهيليكس وكنت اشتغلت عادي، صح انك انت تشتغل عادي بالبيزير او اللينير وتحط نقطه ونقطه، بس كنت هتضطر انك انت تعمل سب ديفايد. هتعملها ازاي؟ هسلكت مجموعه النقط طبعا في حاله اللي انت كنت هتعملها بايدك، يبقى تسلكت اول نقطه واخر نقطه، وتعمل رايت كليك وتقول له سب ديفايد، وتكتب 2، وبعدين تعملها كذا مره عشان يدي لك شويه النقط دول عشان الحبل يبقى مرن معاك. دي الخطوه اللي احنا اختصرناها. طيب بعد كده، بعد ما حطيت السبلاين، تعالوا ندي شكل للسبلاين ده. عشان ندي شكل للسبلاين نروح ل سيركل، خلي السيركل دي القطر بتاعها مثلا 1، ونحط على طول السويب نيربس، وزي ما اتفقنا اسحب الباث، وبعد كده اسحب البروفايل بتاع الباث عشان يديني الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. يبقى احنا عملنا الروب او عملنا الحبل، وليكن نسمي ده ام
روب، انا على فكره مش عارف روب البي تي ولا الخفيفه، بس ما على حد يقول عليا جاهل، بس اهم حاجه نيجي بعد كده عشان نشبك بقى نداري دي مؤقتا، وتعالوا نلعب مع الباشا ده شويه. عايز اخلي ده دايناميك سبلاين، عايز اخليه يتحرك كده في كل ناحيه. مؤقتا هلغي بس السويب نيربس واروح للسبلاين ده. انا عايز النقطه دي تبقى شبكه في مكانها كده ما تتحركش. سيلكت النقطه دي كده وتقوم رايح عامل رايت كليك على السبلاين واروح للهير تاجز، ومن الهير تاجز اقول له دايناميك سبلاين او سبلاين داينامكس. بالمناسبه الكلام ده كله تم شرحه في او بيتم شرحه في كورس السينما فور دي بيزكس 2 ادفانس تريننج، اللي كان مقرر ان هو يبقى موجود في مقرنا في المنصوره، لكن لبعض الخلافات اللي تمت اصبح مقره عندي هنا في منزلي، وبنفس السعر اللي هو بالمصري تمام بيعادل 200 جنيه، بالدولار بيعادل حوالي 60، لا مش 60 يعني يعادل حوالي 40 دولار، حاجه في الرينج ده. كل الكلام ده اتشرح في الكورس ده طبعا بالتفصيل الممل. احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا ما خدناش حاجه لسه، هنروح لهير تاجز واقول له دايناميك سبلاين. دايناميك سبلاين في عندي تاج، سيبنا من التاج وتعالى نروح لبروبرتيز، هقول له حاجه اسمها فيكسد بوينت. فيكسد بوينت يعني بوينت مش دايناميك، يعني بوينت ثابته ما بتتحركش. هقول له ست، خلاص طالما قلت له ست النقطه اتحولت ل اللون الاحمر بالشكل ده كده. بصوا بقى، لو انا جيت عملت روتيشن ومسكت السبلاين كموديل تمام وعملته كده زي ما انتم شايفين تمام، بيتحرك حركة جميلة جدا وكويسة جدا بالمنظر ده كده. طيب ساعات ممكن السبلاين ده ما يتحركش معاك الحركة، ما يتحركش معاك الحركة دي كده تمام. مبدئيا عاوز اخلي السبلاين ده في خط مستقيم تاني، هير تاج سبلاين داينامكس، واروح للبوينت مود واقول له ست، بس عشان احنا كنا حركناه مش اكتر. بعد كده هروح للسبلاين، انا قلت من شويه السبلاين الديفولت بتاعه هتلاقيه غالبا لينير، هيديك شويه تشوهات، ممكن تقول له بي سبلاين او كيوبيك او بيزير، بس انا بفضل بصراحه البي سبلاين احسن تمام. البي سبلاين طبعا احسن ان بيدي شكل مرن شويه. نرجع التكست بتاعتنا، وتعالوا الاول زي ما احنا عملنا ناخد السبلاين بتاعنا ونروح برضو لبوينت، بس المره دي مش هشتغل على السبلاين داينامكس، لا انا هشتغل على حاجه اسمها كونسترين. كونسترين يعني تثبيت نقطه مع جسم تاني غير الجسم اللي النقطه دي اصلا موجوده فيه تمام. هاخد البوينت دي وسيلكت البوينت ده اللي هي اخر واحده عند التكست، وهعمل رايت كليك واقول له هير تاج واقول له كونسترينت. كونسترينت يعني تثبيت. هاخد في الكونسترينت طبعا لازم اكون عامل سيلكت على البوينت اهم حاجه ما تنساش، واخد المو تكست واحطها في اوبجكت واقول له ست. كده بقت او بقى الروب ده او الحبل ده معمول له كونسترينت مع مين؟ مع المو تكست. طيب نعرف ازاي؟ لو احنا جينا عملنا بلاي هنلاقي حاجه غريبه، الحبل اتحرك لكن التكست لا. طب احنا عايزين نخلي التكست يتحرك، رايت كليك على المو تكست دايناميك تاج واقول له ريجيد بودي تاج. بالمنظر ده لو انا جيت رفعت دي لفوق كده، وده كان سبب ان انا رفعتها فوق، مش عايزها باينه، هرفعها كده ومجرد ان اعمل بلاي هلاقي التكست بتنزل بالشكل ده، بس اللي حصل انها نزلت ما طلعتش، انا عايزها تنزل وتطلع تاني. طب تنزل وتطلع تاني دي ازاي؟ تمام دي عن طريق السبرينج، دي عن طريق السبرينج. طيب نحط السبرينج منين؟ لو رحنا على
سيميوليشن، من سيميوليشن هاخد داينامكس. بالمناسبه انا كده شغال على الاصدار 12، خلوا بالكم مش 11 ونص. لو خدت سبرينج بالمنظر ده، السبرينج اوتوماتيك بيقول لك انت عايز تعمل كونكت بين انه اوبجكت واوبجكت تاني. كده كده السبرينج فيه نقطه اساسا فيكسد اللي هي نقطه الستارت بتاعه، فغالبا ما بتحتاجش انك انت تحط الاوبجكت اللي هو ايه. فانا هاخد له على طول الاوبجكت بي، هاخد المو تكست في الاوبجكت بي اوتوماتيك زي ما انت شايف عمل الكونكشن، لكن طبعا المكان بتاعه غلط خالص. طيب عشان تقدر تشتغل او تشتغل صح على السبرينج او تقدر ان انت تتحكم في المكان بتاعه، في عندك في الاتاتشمنت بتاع البي في شويه ميثودز او شويه طرق. في عندك السنتر اوف ماس، وده في نص الكتله بالظبط او في نص الجسم زي ما احنا شايفين، او الافضل ان انا اقول له اوفست. طبعا في بوليجون بوينت على فكره هنجلها في حاجات تانية، لو قلت له اوفست اقدر ان انا اتحكم في المكان بتاع السبرينج، زي طبعا ده في الطول بتاعه، دي في النقطه بتاعته. انا بس هرفع او هروح ل السبرينج، خده كده واحطه بس هنا بالشكل ده كده بس عشان ابقى شايف تمام، و هعمل اوفست للواي بالشكل ده والاكس بالمنظر. يعني مش شرط بالظبط قوي بس يبقى مظبوط. لو جينا نجرب نعمل بلاي، طبعا ما علينا من السبرينج ده، احنا كده كده مش هنشوفه اساسا، بس اهم حاجه عندنا ان دي تطلع بالشكل ده كده. لو انا عملت كده وقفت، بس انا عايزها من فوق تبقى متداريه، وبعدين بلاي تنزل زي ما احنا شايفين بالشكل او بالمنظر ده كده. في شويه حاجات ممكن اعرفها لو انا رحت للسبرينج، في عندي الريست لينكس اللي هو المسافه، الاقصى مسافه السبرينج ده يتعمل له فيها مط او يتشد فيها. ممكن ازود المسافه دي شويه، فاللي هيحصل هزود المسافه دي شويه، فاللي هيحصل ان الام دي هتنزل تحت اكتر من كده كمان، زي ما انتم شايفين نزل تحت قوي خلاص. طبعا مسافه طويله جدا، انا هقللها شويه اخليها بتاع 400 بس، اعتقد هتقل اكتر من كده كمان تمام. ما متهيألي لو قلت كمان عن كده شويه بحيث نشده لفوق حبه ايه، نزود شويه نخليها 200 هو بيقلب ليه؟ هو في حاجة تقريبا حصلت لما انا الماوس اتزحلق. فعلا كان في حاجة حصلت لما الماوس اتزحلق، مش عارف ايه هي، بس عامة مفيش مشكلة ملحوقة يعني. طبعا نطلع دي فوق بس شوية كده ونعمل كده، هنلاقي الدنيا مظبوطة مفيش مشاكل. لو رحت للسبرينج ورفعته حبة كده وجيت رجعته من الأول هلاقيه شغال معايا تمام، مفيش اي مشاكل. بالمناسبه يا جماعه في الداينامكس حاول ترجع بكنترول زد، حاول ترجع كنترول زد. في حاجه كمان اللي هي الدامبنج. الدامبنج زي بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا شايفينه عامل زي اليويو عمال يطلع وينزل ويطلع وينزل. الدامبنج دي بتزود المقاومه شويه بتاعه السبرينج، فبتخليه قليل قوي او
المط بتاعه قليل قوي. ممكن اخلي دي لو خليتها 40 حتى، بصوا كده هتلاقوا خلاص يعني نزل نازله وخلاص بقى مارد يعني. وده اعتقد اللي احنا ممكن نكون محتاجينه في التيتوريال بتاعنا. ولو زودنا الستيفنس تمام خلاص، اللي هي الروبري او تقدر تقول على الالاستيسيتي او بتعمل زي الاستيك كده او زي البلاستيك، بص شوف تعمل ازاي. طبعا كتير قوي، لازم اخليه واحد وارجع ورا يبقى بالمنظر ده كده. اعتقد دي ممكن نخليها 30 بس عشان ما تبقاش شكلها مش حلو. تمام نرجع ورا تاني. ماشي بالمنظر ده كده. طبعا شويه الحاجات اللي عماله تحصل دي من البرنامج نفسه مش مننا احنا، والله مش مننا احنا خالص. لو احنا كده رحنا عملنا كده هنلاقيها بالشكل كده. ده بالنسبه لاول حرف اللي هو حرف الام. الباقي كله بنفس الطريقه. هو في بس حاجه واحده، ان انا ممكن نخلي الموضوع احسن من كده شويه. لو انا رحت للدايناميك تاج بتاع الموتكست ورحت للفورس، في عندي حاجه اسمها فولو روتيشن وعندي حاجه اسمها انجولار دامبنج ولينير دامبنج. طبعا دامبنج دي عدت علينا في السبرنج فخلاص احنا عرفناها، بتعتبر كتاخير. انتوا عارفين لو انا زودت الفولو روتيشن دي خليتها 10 الحرف ده مش هيلف. لو انا نزلت كده نزل زي ما هو، نزل زي ما هو. دي مفيده لو انت حابب انك انت تخلي الحاجه تنزل زي ما هي. ولو انت قلت له على فكره فولو بوزيشن الحرف ده ينزل زي بالتصوير البطيء بالظبط. خلي دي باتنين تمام، بص كده متعلق. لو خليتها بواحد هينزل سنه. تقدر تعمل دي لو انت عايز حاجه نازله في ميه. ممكن اخلي دي مثلا حتى مش عارف هتقبل كسر من 10 ولا لا. قبلت والله كسر من 10 طبعا. والله كل ده منه هو مش مننا. شوف زمان يعني تحس ان في مقاومه كده يعني. تقدر تخلي دي لو انت عايز تعمل حاجه تنزل في ميه مش عارف ايه الكلام ده كله، دي مفيش فيها اي مشاكل. لكن في حالتنا احنا هنشيل دي ودي هنقللها بس شويه، مش عاوزها تبقى عاليه قوي. كده معقول كده تمام. ولو جينا عملنا ريندر هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه كده. ده بالنسبه لحرف الام. طبعا الباقي كله ان شاء الله هيبقى يعني على نفس المنوال مع شويه تغييرات. طبعا اكيد في تغييرات. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني.